عايزين نتغير بقى، حاجه تحصل مختلفه في البلد، هي شويه ديمقراطيه، زمالك ياخد الدوري، اي حاجه تحصل مختلفه، المرور يقل، التعليم يتحسن، نشرب الميه من الحنفيه. لما بيتكعبل يفضل يتكعبل يتكعبل، ما تفهمش ايه الحكايه. هو كاس بيلف، يعني ايه؟ تتذوق مرارته شويه وهم يتذوقوا مرارته شويه، انما المرار ما يشربوش غير الزملكاويه، ده حرام وده مش عدل ابدا. يعني يجب ان يكون هناك يعني بعض ال انك تبل ريقك، يعني بس حاجه كده تحسسك ان انت على حق لبعض الوقت او جزء من الوقت او ربع من الوقت، انما على طول ضرب ضرب ضرب، مفيش اي حاجه تاني. يعني مفيش مثلا لا انتوا كسبتوا اتفضل حضرتك، لا ما حد، لا مفيش. نادي ما بيعملش حاجه غير العد، واحنا ما بنعملش حاجه غير الحسد، او ثلاثه او اربعه او خمسه. كفايه يا اخي ما عندكش اخوات بنات حاجات كده، يا اخي ما عندكش اخوات بنات حاجات كده. طيب مش قادر اطلع فصل، ما عندكمش مذيع غيري. يعني انا حظي ان انا اللي بقى موجود وقت ما الماتش يخلص، وانا بقى موجود لما الماتش يبتدي، وانا بقى موجود لما يخلصوا، وانا يعني ما عندكمش مذيعين في البلد دي غيري، شوفوا حد تاني، لانه قلبي انا مركب دعامه، قلبي ما يستحملش الكلام ده كله. انما بس اعتبر اقول لكم حاجه بصراحه، خلاص انا يعني عارف تزعل مره بعد كده ما بتبقاش زي كل مره. خلاص زيزو تعبان وزهقان، بقيت اللعيبه عاديه واقل من عاديه، ليه؟ لان انت اللعيبه عندك غير العاديه، بعتها ومشيتها، لان انضاي باي باي نزل، كل ده لا يساوي شيء، كل هذا الزحام لا احد. دي فرقه تعلم انها تلعب في نادي كله مشاكل، وبقى خناقات جوه وعقود بتتسرب ومش عارف ايه، اصل مين بيعمل ايه ومين بيسهر فين ورئيس نادي مش عارف عامل ايه. خلاص هي فرطت من الزمالك ومفيش زمالك. لو انت مثلا من مثلا ناس بتشجع ريال مدريد، او ناس بتشجع برشلونه، ناس بتشجع مانشستر يونايتد، ناس بتشجع تشيلسي، هو كاس بيلف، يعني ايه؟ تتذوق مرارته شويه وهم يتذوقوا مرارته شويه، ميسي يتضايق حبه، رونالدو يبقى بعافيه، صلاح يبقى متضايق كده يعني، انما المرار ما يشربوش غير الزملكاويه، ده حرام وده مش عدل ابدا. يعني يجب ان يكون هناك يعني بعض ال انك تبل ريقك، يعني بس حاجه كده تحسسك ان انت على حق لبعض الوقت او جزء من الوقت او ربع من الوقت، انما على طول ضرب ضرب ضرب، مفيش اي حاجه تاني. يعني مفيش مثلا لا انتوا كسبتوا اتفضل حضرتك، لا ما حد، لا مفيش مفيش. وطبعا زي ما بقول لحضراتكم، السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. جن جنون عمرو اديب بعد خساره نادي الزمالك امام نهضة بركان في مباراه الذهاب في نهائي الكونفدراليه، لكن عمرو اديب مزودها شويه، لكن نادي الزمالك يقدر يعوض هنا ويقدر يكسب نهضة بركان، وفريق مش جامد، فريق سهل جدا، لكن نادي الزمالك كان مخضوض من الملعب والجمهور، ودخل المباراه في بعد 30 دقيقه كان نادي الزمالك يقدر يعوض هنا في استاد الرعب في استاد القاهره. اسمع رايك في كومنتات، تحياتي احمد الخواجه.